في هذه الدورة تم تدريس الطلاب الكتاب الثاني والثالث من المنهج الأمريكي المعتمد بمعهد الدفاع لدراسة اللغات في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تخرج الدورة السادسة عشر من معهد اللغات في جامعة الدفاع. اليوم حقيقة كان هناك إضافة إلى الواجبات المناطة بالجامعة للدراسات العسكرية والدراسات الاستراتيجية. اليوم جيشنا يحتاج إلى لمسات من اللغات في تعامله مع الجيوش العالمية. حقيقة هذه الجامعة هي صرح كبير بالنسبة لوزارة الدفاع، وكذلك لها أيضا اشتراك كامل بباقي الوزارات كوزارة الداخلية، وكذلك بالنسبة للوزارات الأخرى، وكذلك مكافحة الإرهاب لغرض تهيئة الضباط والموظفين بما يتلائم والواقع الفعلي للجيش العراقي، وكذلك بالنسبة للوزارات الباقية. احتفل معهد اللغات اليوم بتخرج دورة اللغة الإنجليزية الغير مكثفة الرقم 16 للفصل التدريبي الثاني لعام 2018، والحقيقة اتشرفنا أيضا بحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الركن جميل كامل عبد الله بحضور هذا الحفل التخرج. تخرج من هذه الدورة 16 منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والمراتب والمدنيين، ونهلوا خلال هذه الفترة لمدة شهرين معلومات في اللغة الإنجليزية والمحادثة والقواعد وكافة التفاصيل. استفادي من هذه الدورة خلال وجودنا خلال هاي الشهرين من المواد الإنجليزية من الإصغاء والمحادثة والليسنج، وكذلك الكتابة على البورد، وكذلك التعلم جميع اللغات الإنجليزية في فوليوم 2 الكتاب رقم 2 و3. احنا اليوم نحتفل بتخرجنا من دورة اللغة الإنجليزية الغير مكثفة رقم 16. هاي الدورة استفادينا منها تعلمنا التعابير ومصطلحات سواء عسكرية ومدنية. مثل ما تعرفون الجيش العراقي يشغل الآن موقع مهم بالجيوش العالمية في مقارعة الإرهاب، وهذا شيء مهم للتواصل مع الجيوش العالمية. احنا نحتاج دائما نطور لغتنا الإنجليزية